لك السيد فقير يا حياكم الله. جولة حول باريس. السلام عليكم. نعم الإخوة جمال إبراهيم الجوك. يا هلا فيك والله. عبد الرحمن قائد القوات البحرية اليوم. السيد أحمد قريلت. السيد صلاح فقيري. صلاح فقيري فقيري ده من أعظم سكان باريس. طبعا اليوم زائرنا الاستاذ عبد الوهاب والديقاي اسم غني عن التعريف، فاليوم حنستمتع بوجوده معنا في مدينه باريس. باريس الجميله، باريس ارض الاحلام، الليله باريس مشرفه برجل عظيم والله. فان شاء الله حنعمل جلسة كده رومانسية، جلسة بنحكي فيها عن الماضي والحاضر والمستقبل. ولا رأيك يا أحمد؟ سلام في الحل والله. هيا أدينا حبة كلمات عن الترحاب للسيد عبد الوهاب. هلا فيه والله. في باريس أهلا وسهلا بيه، واليوم حتبقى أحلى أمسيات صلاح فقيري والأستاذ الشيخ جمال إبراهيم الجوك. حياه وبياه. حياك وتحية لكل الأخوة إن شاء الله. حياك والله. كاميرا اللي فيه على أنا لا ماشي على الأخ أحمد. السيد عبد الرحمن، ماذا تقول عن السيد عبد الوهاب والديقاي في هذه الزيارة الجميلة؟ والله في قرابة كلها مشرف يا مرحبا. السيد صلاح فقيري، هلا فيك والله وهلا بالشيخ عبد الوهاب. منورنا الشيخ عبد الوهاب، ونرحب به في باريس، ونتمنى تكون طله خفيفه وزياره الى برج ايفل ان شاء الله، ومنها الى شانزليزيه. هلا فيكم والله. هلا فيكم. هلا فيكم والله. عبد الرحمن ده طبعا يا شباب هو زعيم منطقة باريس. باريس لما نتكلم باريس، باريس سنتر باريس. لازم تقول اسم الشهرة عشان يكون معروف. ها؟ عبد الرحمن آدم الشهير، عبد الرحمن آدم الشهير بعبد الرحمن بالجوكاي. رقم كبير في باريس. رقم قياسي. والله ما زاروا في ما جا قابلوا ما شاف باريس، رب الكعبة. أنا ما حيشوف باريس. ما حيشوف باريس. أنا ما استمتعت ما شفت. طبعا عبد الرحمن ده مش وداني بشارع ما شفت فيه زول اسود. لا ما شفت لي مصري حرس في هوتيل فقط، دي ما حقيقه دي. متابع معناها في الشوارع كده ما قاعد يجوا اخواننا الشباب الافارقه اللي عايشين في مدينه باريس، ما عندهم محصورين في اماكن معروفه. فاتمنى من اي واحد يزور وشاهد الفيديو بتاع السيد عبد الوهاب. طبعا عبد الوهاب ده عنده غنى وعنده نسبة مشاهدة عالية، يعني الزول اللي ما شاف جلي عبد الرحمن آدم الشهير بعبد الرحمن بالجوكاي ما شاف باريس. باريس أرض الأحلام، باريس أرض الجمال، باريس أرض الحرية. احنا الآن متوجهين إلى الشانزليزيه. منطقة كويسة يا وهبة. يا سلام على المدينة الجميلة باريس. لو كان السيد اللي تزوجتها أرض الحرية وأرض الجمال. إيش رأيك في روما؟ طيب روما محبوبتي. قريت القصيدة اللي كتبتها في روما. روما محبوبتي. بس لما يبدأ تذكر القصيدة اللي كتبتها. وهبة حنعمل إيقاف للبث المباشر ده وحنجي نتم هناك. ممكن السيد عبد الوهاب ممكن اعمل ايقاف للفيديو؟ البرج قريب ولا بعيد؟ نحن الان خشينا لحظه احنا جنب الشانز. ها؟ احنا جنب الشانز. لا احسن نصور مع البرج. نمشي يعني؟ الفيديو نخليه مستمر؟ كم دقيقه؟ خمسه؟ عامل خمسه ممكن؟